صلاح قول سلام عليكم صباح الخير. لا 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 هني انا ما خلي اللي عندك ناكي يا صلاح حبيبي وايد تاخرت اليوم. ليش تاخرت هكذا انت؟ صاحي انت؟ ها؟ صحي؟ صاحي ايش مينون انا؟ خلي اللحظة عنك، وين صرت اليوم؟ وين ليش تأخرت هكذا؟ زك بضل عنك أخ عليك صلاح عيب؟ أنا شو عمار؟ حبيبي ما تكلم كلام عيب عمار أنا؟ ها؟ يدي؟ أنت ليه توك تتكلم؟ لا حبيبي لا ثاني مرة لا شو زين، الحين منو تبي يسوي لك مساج أنت؟ حريم حريم؟ حريم لو حرمة وحدة وحدة كبير وحدة وكبيرة زلتي؟ وحدة قوية ايه؟ تهرسك هراس ايه؟ رقم واحد ايه؟ دبة ولا ضعيفة؟ دبة تبغي دبة ولا ضعيفة؟ دبة لازم دبة؟ نحن الحين كلنا ابوي متلبسين وزاهبين تريها ملا مدي يخلص ابوي من التروتشي خلاص صلاح يلا نسير؟ خليني خليني ساعة صلي ساعة؟ زين ايش تبغى نسوي يا صلاح؟ وساعة؟ ساعة يصلي انت بعد انت؟ كذا انا كذا انا اعرف اني كذا لكن هو ما بكي هو خالد خالد في كيف كده وعلي كده حبيبي علي ازاي صلاح علي انا كده ولا كده لا كده ليه بقى ها سلام سلام انا كده صبحكم الله بالخير اليوم الله يسلمكم بنسير مول اسمه بلاتينيوم قديم هو من زمان البلاتينيوم هذا نفس مستوى ام بي كي نفس مستوى ام بي كي كل شيء فيه زين وغاوي يقولون لك يقولون بعد انه ارخص عنه المقترح هذا مقترحاتنا علينا البنيات اللي قلت لكم اول ما جينا في السنترال وولد اللي تعرفنا على صلاح ربيعاته اليوم اتصلوا وخبرنا بهن ما ببنيات حريم كبار يعني ما شاء الله عليهم لكن عقدت صداقه ويا صلاح وكل يوم يخبرنا بمكان وكل ما قال لنا مكانه لانها خير عن الثاني إزاهنا الله كل خير وبارك الله فينا الله يطرح فينا البركة عدهن رواعي دبي الله يبارك فيهن ومشكورات على اللي يسوون لنا كلنا يعني عدهن أقول لهن بناخذ شيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني قال لهم شيء سوق أخير وأقرب لكم حتى من ام بي كي عد ما يندعنا ما تديته هذا المول البارح اسمه ام كارتير امبيريوم اثنينهن متلاصقات عدال بعضهن ام كارتير امبيريوم ألف آدمي سألني عنه هل اساسا الحين جاوبتكم عليه ام كارتير امبيريوم مولات اثنين واحد قديم واحد جديد والاثنين متلاصقات ويا بعض لا تقولوا ما قلت لكم لان لك مسج يعني يسالون عن اسم المول او اني انا ما قلت احيد عمري قال ان الباح بدال الودي وديتين مصور انه منخاري وقال لنا ابوي عقب ما تخلصون من بلاتينيوم تخلصون اللي تبون تتشرون وعندك ودونك شيء مول ثاني بعد عداله ننصحكم به شيء مول عدالة يسمونه سنترال ام بي سي سنترال ام بي سي يمكن عمره سنتين او ثلاث سنين يمدحنا ويشكرنا عليه خبرنا قال عقب ما تخلصون متشرين سامانكم هاي تعالوا الفندق عقب سامانكم وصيروا ابوي انتم بتتمشون وبتتغدون فيه فمدحلنا مطعم يسمونه اودري اودري هذا مطعم انترناشنال كل الاكلات فيه وكل ما تشتهي الناس فيخبرني يقول لنا وانه المطعم اللي بتصيرون له اليوم هذا اودري والمول ما اللي هو فيه نفس المستوى البارحي ويقول لنا وانه اذا ان مبشراته يمكن بعد احسن عنه فمن الفضول هذا اللي بيوديني الى الفضول يعني ما شاء الله الدنيا كلها حيه تحس ان حياه الدنيا ترغش ترغش حياه ما شاء الله حياه والعالم ساير وياي وحركه صلاح ايوه إيه تبي سيارة شرت هاي؟ إيه بيطرشوا لك حبيبي طيران الاتحاد قالي لك بيطرشوا لك أخير سيارة. إيه. بعد شو تبه؟ بالنسبة للي يسألوني كل دقيقة يجي هالسؤال صلاح شو يقرب لك؟ صلاح شو يقرب لك؟ صلاح أخوي من أمي وأبوي يسدكم؟ صلاح أنا شو أقرب لك؟ أبوه أحمد. أدري إن أبونا أحمد شو أقرب لك؟ وما عرف هذا الكلام. يا رب. صلاح حبيبي وين صارت الذاكرة شياك اليوم زين أنا شو أقرب لك أخوك ولا أبوك أبوه يا الكذاب أخوه أنزين أبو سعيد أبو سعيد
عوشس عيدك بيسي حبيبي امك. انت انت شو اسمك؟ بيسي. لا انت صلاح. شو اسمك؟ سعيد. لا انت روحك انت. ابو سعيد ابو سعيد. اي ها شو ياكل يوم انت؟ الطرف هذا يمكن ترد الذاكرة. شو اسمك انت؟ عمي خاجي. صلاح احمد. عمي خاجي. صلاح شو من الاول؟ عمي خاجي. شو مريجنا انت اليوم صلاح؟ فاقد الذاكرة اليوم. شو ماكل اليوم ريو؟ اليوم سمسم. فول. شو ياه اليوم؟ فول. صلاح شو اسمك بالضبط؟ بيشي. لا حبيبي اسمك صلاح. صلاح خاجي. ايوه صح الحين ردت الحاسية. صلاح ماله النهارده؟ صلاح النهارده مش مركز خالص. واكل ايه؟ هو شكله ما اكلش. علي قبل ما نطلع كنا نتكلم عن موضوع الشيء الغريب اللي لفت انتباهك في هالبلاد، شو الشيء الغريب اللي لفت انتباهك؟ اي على الغريب؟ الغريب ان البلد ما فيهاش لحد في الشارع بيرمي زباله ولا كلاكسات ولا دوشه ولا حد بيتخانق. نسبة لل لل ام بي كي يبيع ويشتري فيه انظف واخير وبضاعته اشكل واحسن. اكيد انه من زمان هالمولك انا ما اعرفه يعني ما يجي في الخناخيش ما شاء الله الحريم يدلن كل شيء. انا وين ادل؟ اسبتي اللي وادمتي ابوي تترقرق يد قدام يد ورا ويردون كل حد ابوي بألف شنطه وهيلا بيس دفع اوزان على المطارات. يوم اقول لكم مثلا بضاعتهم وايد وافده. شوف باكستان هذا ها رقم واحد مره ما عليه قصير بك 380 مالهم يعني 40 درهم مالنا. ها صلاح ها, ها معجبين صلاح ابوي وين ما نمشي كل حد يسلم عليه. لا والمشكله بعد مسوين ابوي سيل يعني سيل كم بلاش يعني كل شيء ابوي رخص التراق ما شاء الله. ود ما شاء الله ابو عبد صغير ها 5 أدوار يعني يرغش والله من الخلوط من الخلوط مكثر. ابو الفساتين اللي يوزونكم اياهن هناك كل فستان ب 13000 و20000 و50000 على 200 ربيه 300 ربيه. والله البنياتها اللي اعطنا العنوان هذا يعني بهس ما شاء الله عليهن بهس ما شفت حد ابهس عنهن ما شاء الله عليهن. اسمها المول هاي اسمه بلاتينيوم وافج كل شيء فيه وافج وكل بضاعته مغاويه ما مثل هاي الاحمام السوق لا احسن من احمام السوق. شو مثلا هاي لها اشي غاوي وفنان بكم على 200 200 يعني 25 درهم 25 درهم يا بلا ان شاء الله حبيبي. وقطن يعني ما بنها قطن رقم واحد من احسن ما يكون والفينشينج من شيء فنان يعني ما يبالك هلا كوتن مدام كوتن 100% 100% كتن. Thank you. بلاش وات. مثلا هاي فوانيل قطن. فوانيل قطن ل 12 حبة ب 1800 يعني 200 درهم 12 حبة. والمول ما بالله مول واحد هذي اللي صورتكم فيها ستة في بعض. واحد في ظهر واحد، واحد بينهم ممر هالنمونة. والله هالاشياء اللي اصورها على تقريبا 30 درهم. شيء خيال يعني قطن وشي فنان ياخذ العقل والله في بلاد ثانيه مش اقل عن 700 الى 500 درهم وهني بكم 35 درهم. الله يديم الرخص شيء يجنن. شو حبيبي؟ ابيض. هو يبغي ابيض على ولي على ابي حسن يقول لك لا تاخذ ابيض عايز ابيض. ايوه فساتي. شوف الفساتي شوف الفساتي يا ربي يا ربي الفساتي برخص الترى على 200 ربي. شو الاخبار؟ الحمد لله بخير. شو هذه تاخذ حق منو هاي؟ طباخ. حق الطباخ ابوي صلاح عزر ياخذ حق كل واحد من المشاشير 5 حبات. هذا؟ ايه هذا بطيخ. ماله؟ هذا ها ماله؟ حلوه ولا لا؟ حلوه. نمبر 1؟ حق ما تروح حق دريولية المشاشير؟ ايه. شوف تاخذ شيء يبغي شراتك، شو الحل؟ انا بحب البس زي صلاح. إيه؟ بعدين؟ لا تبغى ياخذ ولا لا؟ ياخذ. يلا. يلا شهاب. لا لا ما يخص شهاب شن روحك؟ شهاب يقبض صلاح قبض شوت كهرب. يلا قول امين. 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 ايه امين ليلي. زين وين ساري الحين صلاح؟
اوتيل فندق فديكش. ليش راكبين توك توك؟ ما عليك مطر ايه. مطر هواي ده لونه ايه ده؟ ابيض. ده ابيض اخضر خضار. وده لونه ايه؟ زحمار. احمر احمر بني. مطر صبيب صبيب صبيب. قاعد تقول مطر صبيب؟ لا صبيب. ما لقطنا ابوي تاكسي. لو بنتري تاكسي بنيت 3 ساعات ماشي. ابوي ركبنا الا تكتب انتشرنا فيه لحم ب 4 ها لحن ها دار طخ الدنيا مياها. ابوي خطف اليوم ونحن ابوي في المول هذا الاول يملي مال مشاري. ما ربنا ما هو حالنا خطف الوقت بسرعه. طب برد صلي؟ ايه اسلم. يصلي ويسلم. اسلم. الحين هو صلى ولا بعده؟ لسه. انتو؟ صلى وسلم. ايه. زين انت صليت؟ الحمد لله. متى؟ اذان. وقت الاذان؟ ايه. صلاح؟ متى صليت انت؟ شنو هذا؟ صح؟ الصبح صليت؟ ايه. والظهر؟ زهر. العصر؟ زهر. خلاف اول؟ زهر. ترى ابتديت تكذب. ان شاء الله كذاب ترى. والله صحيح. قول والله صليت. والله. قول قسم بالله. قسم بالله. صلاه ليش ستشين علي؟ عشان اطالوا رجلي. اسول الشرطه يقول لك من المسؤول يوم بتقصري له؟ انا مسؤول. خسر. ما يخصه هو. الله ربنا يحاسبني. هذا بحنا تحسدين بيودوا لك السجن. يا بابا غل احسن بزي. ايام الاسبوع. اسبوع. نهارده ايه؟ الاربعاء. بكره ايه؟ جمعه. الاربعاء. الخميس. بعد الاربعاء ايه؟ خميس. بعد الخميس جمعه. وبعد الجمعه السبت. وبعد السبت الاحد. وبعد الاحد. بعد الحد لحد الاثنين. وبعد الاثنين ثلاث. بعد الثلاث أربعة. بعد الأربعة. الأربعة خميس. وبعد الخميس جمعة. في واحد بيسميني جمعة بطل.